لا لا هو ما لا 34 فوق دقيقة وتحت، صباحا. ما قاعدة تتصنع تتغنج تسوي، رغم إنها جمالها ما شاء الله بس طبيعي، ولكن هي نفسها على طبيعتها. حبيبتي بنشوف من جوا. والله انا بحبكم كثير، انتوا عائله يا عادل حبيبي يا كثير، عادل اشوف فيديوهاتك حتى ما مش فاتحه لايف، احط الفيديو تبعك بيطلع لي وقاعد اكل تخيلي يعني هيك بعد بيعزمني. روحي، والله قلبي انتي، الله يعزك يا عمري. شكرا شكرا زهراء. هذا شباب، كلام لاحظتوا نحن على غادة احتجاجا شيء؟ للجمهور. لاحظتوا على غادة شيء؟ كل ما اجيب لها واحدة تقول لك لا، وبالاخر عنونو على طول وافت. تجي وحدة لي عمرها 45 مسوية حالها 20 سنة شو وناقلة بدك فيهم؟ شو بدك فيهم؟ لازم يكون عندك ثقة حقها وقاعدة طويل لي الجور. ما اقدر. كيف اشتري يا حبايب قلبي؟ والله تتلهوص يمين يسار، خلي واحدة لو قلت لي شحني، والله العظيم ما أنا أروح البحر حق اليونان فيه إشكال وألوان وما عليهم، إنزين ما عندي مشكلة والله العظيم، بس لا تجي لي واحدة وتدعي إنها شو اسمه وآخر شيء من فوق لتحتها ما فيها شيء من الستر. صح والله، صح كلامك اللي بتقوله صح، بيطلعوا لي هذا الأشكال أنا كمان. نحن قلبي يا شفافين فيضان. ونحب الناس الشفافة. صح، مو يعني هلا مثلا رندا بتمثل كثير، ما شاء الله. لا. ها رندا بالي ممثلة، قلت لي قلت ما شاء الله بتمثل كثير بس تمثيلها حلو يعني عادي. انتوا تكبس وشين ولد، احنا ما عندنا حماس، صرنا نتكلم سولف يا كروان، مو ميتين علي، ميتين صايرين نسولف اكثر مما نتحمس، مو بالله. أوه. اذا انا اقول لك ليش، لان ما عندنا داعمين لحد الحين دخلوا وهيك قوياء. لا والله، ان شاء الله بيجوك والله. لا لا هالوقت هذا يعني لو في تعطي الحصة مصطفى نفسها حبيبتي مصطفى بالدعم جيبوا يروحوا. بس والله انتوا الكوبل، انتوا من الاثنين ما شاء الله، والله تستاهلوا كل الدعم لانه كثير احبكم انا، يعني انا صار لي كم شهر اشوف فيكم واشوف الفيديوهات تبعكم، يعني كثير تعجبني المحتوى اللي عاملينه، يعني على طبيعتكم فيش ولا شويه هيك يعني. شوفي حسابي على امري امري يا قلبي انت، والله هو حسابك القديم فين؟ والله ما شاء الله انسرقوا يا سرقوه كروان، المصاري بكل شيء. مين؟ يا روبان انسرق. يا قلبي مين؟ حساب ما تاني؟ في عندك شي واحد ياباني شاطر هدول بيفهموا يجيب لنا الحساب؟ ما لنا شغل اليابان بالصين. والله هو اللي كيف سرقوه يعني، انتم حاطين لنا رقم تليفون دخل على اساس انه هو بيوثق الحساب. ليش يا الله ولد حرام، هذا ما توقعش اليوم واخذ الحساب اللي فيه. حسبي الله ونعم الوكيل، مستحيل. واقف الحساب، ها واقف الحساب ولا سوى فيه اي شيء، موجود بس لا هو راضي يعطيني اياه ولا هو راضي. يعني انت تواصلتي معه؟ تواصلتي معه؟ جا عندي كان في 245 دعمني ب 10,000 وقال لي راح ارجع لك الحساب وراح وما شفته. ابن حرام، من وين هذا؟ تحياتي لاهل عارف. العراق، من العراق بالعراق. هي قلبي قلبي يمثل نفسه. ليش يا مون؟ ليش زعلانه يا مون؟ ليش؟ تكبيس تكبيس. تتعود. الله الله الله، ايش يا حبيبتي؟ الحمد لله. لو ما طلعت بهذا الحساب ما شفتكم. جحفلة هاي ما بتزبط. ما شاء الله يا رندا. شو يا رندا؟ شو يا رندا؟ شاطرة بس علينا سكوراتك انت يعني. غدا ان شاء الله هذا الحساب يكون احسن من اللي قبل، في ناس والله حساباتها مثل كريم حساباتها كبيره صح. بالعكس اقول لك الحمد لله، لو الحساب ذاك ضل ما شفتكم وتعرفت عليكم. بالفعل يا حبيبتي كفيها خيره، وان شاء الله يا ربي هذا الحساب يصير. انت شفتي وجهك؟ ان شاء الله وجهي مبروك عليكم يا ربي. ان شاء الله وجهك بيجنن يا نونو. والله يا نونو تشرفنا فيك بعد قلبي والله. باي كروان، نشوفك على خير. باي كروان، اي لاف يو، اي لاف يو كروان. باي والله، بالسلامة. باي باي. واحدة طعمتني تي يوم السايس سعيد اكتب عشان بعد اسمك. ايوه ازيك يا كروان؟ والله كويس، انت عامله ايه؟ الحمد لله بخير. ادفي الاغاني شفتها.
انت 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 صوتك حلو يا سعيد. تكبيس يا كمال. اه صحيح، اما انت تاني يوم ما سألتني قابلت عدوية لقيتك معاه في فيديو. اه ده حبيبي عتوية، كلمك على الواتس. ها ماشي. انت وبعدين عاملة ايه؟ لا ومصور الفيديو وحركات وكده وحركات. اه امال انت كروان، كروان كل ما انزل فيديو واخده كوبي بيست منزله. انا هبتدي انزل فيديوهات بعد كده من اللي انت بتحبها عشان تاخدها. انت مكركة بتاعت الايام اللي كاية. ابشر بس كده، انا هخرجك من الدنيا كنت. ليه هتعمل فيا ايه؟ هعمل لك لا فيلم يعني، انا اللي هخرجه. ايوه كمان ايوه الشير، الشير ايوه ايوه دي انا ايه عاملة ايه بس. يا اسماء؟ الحمد لله بخير والله. انت مالك مش بتبصي في عيني ليه؟ اخاف الا اقيم حدود الله. مش بتبصي ليه؟ صح، المشكلة اصلي قاعده العب. ايه؟ طب تلعبي ايه؟ اللعبة دي اللي هو بتاع السلايم ده، عارفه ايوه بتاع الناس كمان. التافهة اللي زي ده. شفت شروتك؟ بس انت مستواك راح فين يا اسمي؟ مستواي راح مشوار، ماشي نشد على ما راح التريننج يصور بتاعك. عنده برنامج، مستواي راح ينضحك عليه. تتريق عليا؟ ماشي. بقول لك يا واو. كروان، ايوه اول حاجة تعملها بعد ما تخلص امورك اللي وراك ايوه اخدك ونروح نعمله اسناننا. انا عندي دي وراثة كده من والدي. انا عاوز اعملها سلايم انت والله. سلايلن ابتسامة هوليود صح كده، سمايل بتاعي كده. عاوز اركب تركيب اه انت ما سنانك محتاجة تقويم. هعمل تقويم، وردة وردة بسرعة، وردة وردة وردة. وردة وردة. ايه احنا لا 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 نايمين؟ لا 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 لا. اخليك انت تعمليني الثاني ماشي؟ اعمل لك ازاي انا دكتورة؟ لا لا اخليك تعمل حلقة لا احسن. انا لا لا انا اكتشفت حاجة، انا اسناني مش محتاجة تقويم، انا اسناني محتاجة امال حضرتك تلبيس. تعملي بيا ايه بقى؟ انت استني اسنانك محتاجة تقويم. هتعملي بيا ايه؟ امال انت واخداني معاك للدكتور ليه؟ ما انا لسه منتبهة ان مؤخرا؟ اسنانك محتاجة الاول تقويم، اول حاجة ايوه تقويم اللي هي تتظبط. بعد ما كده هخليك تدفع حقه. ابشر من عيوني بس كده. انت قالك واخده صدق كده ليه؟ لا والله ماشي، يلا روح وقول لي انت هيكلفك اخت كام وانا عيني ادفعه لك. قلبي وربنا لا اختي والله روح وربنا. لدكتور وشوف هيتكلف كام وابعت لي، وانا كده كده رقم معاك رن عليا كده كده ما بردش. يا بلاش رقمي معاك رن عليا في اي وقت كده كده ما بردش. يا نهار اسود. لا والله العظيم راح اعمله صح. والقرآن ايوه روح اعمل التقويم عشان تظبط سنانك، وبعد كده بقى ايه قلبي يا رباب. تشوف هعمله ان شاء الله كده. تريبل ايه. هعمل حاجة حلوة كده حبيبي يا يوسف، حبيبتي يا رباب. ما تكبس يا رجاله، ما تكبس يا تكبيس شباب. يا مين كمان اللي دخل ده؟ ريما يا قلبي، حبيبتي يا ريما، قلبي يا ريما. بتقول لي مين رباب؟ معلش قلبي احلى ريما كل ايوه منطقة. بقى مش هتسافر اسافر فين؟ اي ما بلد؟ واحدة صاحبتي عثمان بس حسيت فين؟ الإمارات. طب يلا اروح عشان انا رايحة، نروح سوا. قولوا القرآن اه والله لا او اشرح حرمه المطلوب. ايه؟ انا لو عايزة اروح بكرة اروح بكرة. انت عايز تروح امتى؟ لا التيب بتاع 20 يوم تاني. 20 يوم تاني يعني على اخر الشهر؟ نروح انا وانتي. متأكد؟ والله معاك الفيزا؟ طيب لا لسه، ما انا على منا ما اكمع فيزا واعمل حكايات كده تجمع فاهمه. فيزا ايه؟ على انت منا عملت الباسبور؟ معاك باسبور؟ معايا الباسبور. متأكد؟
والقرآن معايا. خلاص بما ان معاك باسبور خلاص، انت بعت لها صورة باسبورك، هي تعمل لك الفيزا وكل اللي هي حاجة. شهر دي، وبعدين ايه بس كده، وبعدين طيب انا هحجز لك انا تذاكر السفر. ابشر. يعني هي تعمل الفيسا على حسابها. مش مكلفة ولا حاجة الفيزا، ماشي. لان انا مبعرفش اعمل فيزا، انا هتسافر حبيبي يعني بيعملها معايا؟ لي. والله يا أسماء أقسم بالله. هكلم انا المكتب بتاع السياحة اللي بحجز منه واخليه يحجز لي انا وانت. الله 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 الله، أختي أقسم بالله بأم الطخ. مكتب هنا في التجمع يعني بيحجز، يعني اسعاره حلو. أيوة خلاص نسافر إن شاء الله. ماشي. يلا لعله خير. بس جماعة الشروي تكبيس. السائل اللي مش حيصانة ومطلعينا. طلعك انا عملت حاجة؟ والله انا اصلا شفتك في المطار مش رايحة. كده ده برضه ده كلام يا السائل. ده صدقني، انا لو شفتك في دبي بالصدفة هعمل نفسي مش انا. شكرا شكرا. انا ناقصة اشوفك واحدة صاحبتك بقى وكده، وتغير عليك وتقعد تقول لك مين دي وما اعرفش ايه. لا يا عم، روح انت لصاحبتك وانا ايه اروح لصاحبي لا وتعملي صاحبتي. كده عليا ليه؟ مش بتقول يعني ايه مين دي الداعمة يعني؟ لا مش طايمة هيقولوا لك، صاحبتي هيقول لك أصلا. مسافر للداعمين زي ما بيقولوا لنا. ما أنا مسافر للتعامين حتى لا أنت حكم؟ بيقولوا هي مش هتدفع لك، هي هتحكي بس استلمي بقى. لا لا ادفع له، ما تفعلوش ليه؟ ادفع له يعني. ده قالت المرة اللي فاتت حجزت التذكرة رايح جاي ب 13,000، المرة دي ممكن تلاقيها زادت 2000 ولا حاجة. هي بكم التذكرة؟ رايح جاي ممكن اه تعملها 15,000، رايح جاي. طب حلو صح؟ مع صح. 15,000 ايه ده في حدود مين ليك ولا ليه؟ طب حلو معاك ليك انت 15,000؟ تدفعي وانا اللي هدفع؟ انا اصلا مش مسافر، انا بضحك. طب صدقني ده لو ب 2000 جنيه مش هحجز. ايه الكومنتات قلبت عليكي؟ رجعت كومنتات مين؟ حبيبي يا عم، مش شير قلبي والله الخالي. كومنتات لا، وبعدين طالما هي اللي عازماك صاحبتك دي، ما هي اللي تدفع لك تعمل لك بقى التذاكر. ما انا لا ليه وتعمل لي التذاكر ليه؟ هي ينفع تعملها وهي في دبي؟ هي في مصر عامة. ينفع. حبيبي يا عم شير قلبي والله، يا انت اكتر. معلش يا كمان كنت في افتتاح اخونا نور التوت، بس خلاص كلهم قاعد لايف. والنهارده ايه ده، كان انت في اسكندرية ولا فين؟ لا في القاهرة عندنا. انت كنت في اسكندرية؟ افتتاح ايه؟ نور كافيه نور التوت فين ده؟ اسكندرية. فين في اسكندرية؟ كمان شيت. في اي منطقة؟ انا عارف يا اسماء، طب فين؟ في اي حتة كده كان من معانا عندنا البحر؟ السواق بتاعي كان بيوصلني. دوسة اللي هتصفرها. لا السواق بتاع والله مين؟ العظيم وقسما بالله السواق ابدا بتاع مين؟ بتاعي السواق بتاعك؟ بابا عنو كان منورنا. السواق بتاعك ازاي يعني؟ مش فاهم، ايه مش السواق فاهمة. لما السواق بتاعك كنت فضحنا ليه على الصحراء وتقول السواق سابني ومشي بتاع دبي؟ ما كان بيحصل، رجع تاني. كان بيحصر رجع تاني مكانه. انت قصدك على السواق ده اللي هو بتاعك يعني، ولا سواق؟ انت طبعا بتجحش اكتر مني. قال لا طبعا. وربنا انت اختي. ده انت حتى الراجل بيقول لك ايه، مش عارفه بيقول لك ايه، ده قلت له ده وقت هزار في راكب ايه؟ الكومنتات. واحد في الكومنتات بيهزر. ايه يا شيخ انا بضحك يا شيخ، ده انا حتى متابعه الحساب الاحتياطي. وانا عامل لك فرو منه برضه. المهم يا كروان،
وانا مش عاوزك كل شويه تعملي اقمل عشان ما توقعيش نفسك. ها حاضر. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ اللي في ايدي؟ لا اللي انت بتعمليه ايه؟ ملك الحصر افتحي من على التاني، بتفتحي من واحد تالت ليه؟ العين التاني برضه اتحصر. اه والله. لحد مستقصاتك. لا لا، انا اللي اتخانقت. اه معلش، لعله خير يا اسماء. يلا الحمد لله. الحمد لله. هتنسلي يمه ولا تلعبي كولة كمان؟ يا عسى. يلا تعال نلعب. ما يلا تيجي نشوف الرباعي. استنى، الواد سند فين يا ولد؟ سند فين يا استنى نشوف حد. ما شاء الله كل دي اصدقاء. فتحة، في واحد اسمه كروان الصعيد. ازاي ده كروان واحد بس يا جدعان؟ ازاي في واحد اسمه كروان ورفض؟ ازاي يا جدعان؟ أجيب لك الواد عماد احمد مين؟ اللي اسمه معلم عماد. لا غلطان فيا، وانا ما بحبش أنا عمري يعني ما لما توصل خلاص، ان هو بس ما تقوليش ما تقوليش حصل خير. آه صح، الواد اللي أنا شرت له الفولو، لعبت معاه كاولة. مين ده؟ اللي اسم البنت، الوات البنت ده، مين؟ الوات البنت، بقول لك قولي مين تاني. ايوه اسمه ايه؟ ما في كتير. منورنا يا احمد، اللي هو محدش يعمل ميوت. لا ايه؟ مش ليل، مش ليل، مش ليل، عواس. اللي انت كنت اكلت مرة طعمتيني في وشه. كاتولينا كاتورينا لعبت، اعتذر اعتذر اعتذر. قالت مش ليكي، قال مش ليكي، قال كان بيكلم واحد في الكومنتات. ايوه، ما هو ده اعتذر. واحدة دخلته وانا بلعب انا وحية عشان تعمل الشوق بقى، فاهمة؟ ورد الخلط بتاعي بس. لا لا هتكبر انك كبروا بقى. يلا والله بدور ملاجئ. لو جبت هات بس ناس من ليه؟ من اللي احنا عارفينهم. ايوه ابوس ايدك، ما تجيبليش ناس وتضطر ان انا ايه يا كوكو، حاجة. عامله ايه؟ ايوه كده. كيف بس يا عمري، شو شوف الاخبار؟ اخبار. الحمد لله الحمد رواق. لله. وانتو الترند كتشيرين كان ما في؟ جامد. ماشي يا ساره، اها حساب محظور. وقفتك مع مين يا خربطلي؟ ايه عامله ايه؟ الحمد لله رواق. وانتو؟ دوم الحمد يا رب. لله. اهلا وسهلا كروان، ماسا، اسماء، هلا. يا شو الأخبار؟ كيفكن؟ شو الأخبار؟ الحمد لله تمام. حفلة ايه؟ هتلعبوا جولة؟ انت رايحة حفلة ايه يا ماسي؟ جولة واحدة ولا جولتين؟ رايحة حفلة؟ قول لي أسماء، شير وتكبيس. ايه ده؟ أنا نفسي جولة ولا الجولة جولتين؟ الشير أكتر، رحت شوف هيتوب جولة فين جولة، مسموح كل عشان شيء. لما يجي هقول له مين اللي كبر. تكبيس يا رجالة، تكبيس كلنا مع بعض، جولة تكبيس واحدة مسموح فيها كل شيء. ده تكبيس على إذنكم بس لحق أعمل ميوت، لأنه عم بسمع، هنسمع أغاني بصوت عالي، إذا بتكون عملوا لي ميوت. كل اللي في اللايف كده. صلوا على النبي مبدئيا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المربع اللي عندي. نضغط على الشاشة ونشير اللايف. خمس كبسات نرفع ايدينا، خمس كبسات نرفع ايدينا ونشير برجلينا. قلت تمام. اه ايه الشارع ايه؟ اللي ورايا يا بابا؟ مفيش الكلام ده. انا هروح اعمل لك واحده الكلام الخايب للسكوت. اللي الناس تقعد ترتبه ده. يلا تمام. مين شد؟ هو الواد ده حكم علينا اخر مره والله يا العظيم، جدعان؟ حكم الواد عليك ده حكم اخر علينا اخر مره. مره امتى؟ ازاي ده تكبيس يا الواد ده جدعان؟ حكم علينا ازاي؟ جري يا كمان مش والتكبيس احنا اللي حاكمين عليه المره اللي فاتت؟ اللي معاور هو ايه اللي التنس. غير منك ليه؟ ايه اللي ما حكمتش لا علينا انا اصلا؟ لا شيئا. شباب 35 وردة، 35 وردة مع بعض تكبيس. فحت قال هيتشكم في على الدبل، الحوار كلنا نستغل كل الدبل مع اللي بعضينا. هيتكبس وحشيت وطلعه. 35 وردة. ورد 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 ورد. يلا يلا 35 وردة. ورد 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 ورد. ايوه امونه يا قلبي. يلا 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 حبايبي نشد يا ربي على التكبيس. ورد يا رجاله، ورد 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 ورد. كما ورد، اللي ما ورد يبعتها ورد. ايوه يا عموره. ورد يا شباب، بنات، الله مايكو يسامح شد ورحمه. شويه مع بعض ورد يا جدعان. يوه
يلا يا سامح، عيب عليك، ابعت قلب قلب بمية كمان موتوع خلق قلب بمية شت وعيش عايش عايش قلب بمية يا حبايب قلبي. لا لا انا 16 ورده طلعوا من عندي. 16 ورده من عندك؟ اه والله، اه والله بتحلف بالله. الله، ما بقول لك ايه والله العظيم 16 ما تحلفش. انا اول ما جت دبل واحنا بنرمي ورد. لا لا ما تحلفش، احسب كويس. لا يعني ممكن نقول 14 وردتين من عندي والله. معلش خلاص مش هنتخانق، احنا تيم واحد مش للدرجه دي. ماشي بس ما تقولش كله من عندك، لان كل اصحابي شايفاهم بقى رسل ورد. شكله في مشكلة في التيك توك يا جماعة. لا في صحابي كلهم رسلوا ورد. طفوا من كل صحابي. ولا ولا اللي عندي رسلوا ممكن اعدهم لك كمان واضحين يعني. خلاص خلاص مش للدرجة دي، في ايه يا اسماء بنهزر؟ ماشي اصلك حسستني ان انا مش متعصبة ليه يا اسماء؟ خلاص بس ما تكبسي يا جدعان عشان ما اتعصبش اكتر. يا سلام يا اسماء، تكبيس يا رجالة تكبيس. وشايفين طيروا لي الاصنام دول. بلوك لكل اللي في المشاهدة، يلا كل اللي مكبسش عليه علامة حمراء في التحديث الجديد بلكوه، يلا مش ناقصين أصنام في اللايف. كمان شت تكبيس يا كمان، قاعدة تتفرجوا على خبتي يعني. انت انت طول ما انت قاعد في اللايف ما بتعملش حاجة، فانت صنم. انت انا صنم. كنت صنم كده كبس واحد تنسى علشان انا استخططت على وشي. هوب هوب. لا 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 واحد الله. ايوه اضغط على الشاشه، احنا 1600 في اللايف. 1600 يعني ضرب 3، فانت بتتكلم في 4000 وحاجه. كبس مع بعض. دمج دمج، ماله دمش يا اختي، ماله ما تقول. كمان شت يا مان شت، عيب والله نكسر الجوله، والله عيب وربي والله عيب. عيب والله يا كروان نخسر الجوله، عيب. هو انت بتقلدني يعني ولا ايه بقى؟ عجبني كلامك فبقوله. عسر يا كونر، يلا نشت نشد يا رجاله مع بعضينا، شباب نشد ايد ورجل واحده. نشد والله عندك حق، انت اسمك ايه صح؟ رنون. عندك حق يا رنون، ده العيب فعلا. هوب 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 يا فاروق نشد. مشرفين مش متابعين من الصرام اللي في الكومنتات. تكبير، شوفوا شوفوا فحت قايله وانتوا ما بتعملوش باللي قالوا فحت. اه والله فعلا عندكم حق، دي حقيقة. قلبي يا بنت عم سمير يا خانم، امي سمير خانم. حس الجولة من غير يبقى فيها تنزيل سكورات واحكام تبقى مملة كده. الجولة مبقاش فيها حماس كده، محدش ينزل حاجة كده والتاني كده يستفز. مشرفين انتوا فين؟ يا الله يا الله، شفتوا على الصدام يا كروان. انت بتعمل ايه يا كروان؟ بتعمل ايه؟ وربنا كنت حاسس، ورب الكعبة ورب كنت حاسس. طيب نجح فعلا، ورب كنت حاسس، نجح فعلا. ما عنديش حد قال لي خلانا اخلط واعرفش. خليكم خليكم جرى والعبوا في الواقع. ما اسمعش صوتك، كله يشوف سيف ويا قلبي والله العظيم عاش. نجح فعلا يا جماعة، نجح فعلا. ما نحرمش والله. وربنا عاش يا سيف. ما تفتح شوية. كله يشوف سيف يا جماعة. اول حكم يا حلو انت. هما مش هيحكموا. سبحان الله على الاحساس. اول حكم كمان كله تشيبسي. من جولتين اللي من جولتين بلعب مع ايتن مع صفينار. ايتن مين؟ ماسا ماسا ليها واحدة عندي خلاص كده جولتين. انا مالي ومال ماسا يا عم. خلى جولتين يا كروان. هو اسمع انا مش كسبته اسمع. اه بس بس جولتين كده برضه. هو انت معاه ولا معاه؟ لا انا معاه في فريقي. يبقى معاه طبعا، احنا فريق واحد يا ابني. احنا كلنا ضدك. لا مش ضدك بس. انت يعني لازم اضيفهم. امزح امزح بس استنوا دقيقه، مش هنفتح الجوله على التصنيف. اصبر يعني الساعة الجديدة. اه يا اختي مش هتفرق، هتيجي على الدبل على طول. ده انت غلبانة. طبعا نشيت انت ذكية يا بيه، المفروض تفتح دلوقتي عشان يجي على الدبل بالظبط بداية الساعة يا ذكية. يلا يا شباب تكبيس ونشير شباب الجولة. بجي تكبيس كمان كله. احنا بنروح لفاصلة. كله تشيف سيف يا قلبي. تكبيس. سبحان الله معرفش ايه اللي خلانا اخمد. بصوا شباب اسمعوا، هم جولتين، الجولة هم كسبوا جولة، فاحنا لو خسرنا الجولة دي
بنروح فوق الجوله الثانيه تمام. اذا هم كسبونا يلا قول له تكبير تكبير سيف يا كمان فوق يا رب ما نتحكمش بس كبسوا شيالوا تكبيس مع بعضينا تكبيس مش تكبيس يا شباب تكبيس يسعد دين المكبسين تكبيس تكبيس يا شباب لا لا يمين ما حد يرمي قفاز شباب القفاز اخر 30 ثانية ايه هاجرك ايه اول ما حكيت لكم القفاز بترموه كل البنات حلوين هلا ما ترموا قفاز واسمعوا لما ترموا قفاز لو حد موجود بنرمي عليه العاب ناريه بألف عشان يشتغل يلا وقولوا يا رب مع بعض شباب تريبي تعالي تعالي انت تعالي روحي عنده تعالي حاملك فيه نشيت شكله في حد بيدفع فراجات هنا معانا في اللعبه كمان كل واحد كبستين يا كمان الواد تكبسه معدينا يا كماعه مش بقول لكم في حد بيدفع فراجات الحمد لله انت بتقول ايه؟ في حد بيدفع فراجات معانا هنا شاير شاير كمان شت هو انت بعت لي الناس اللي عندك ولا انت ايه يا صلاح؟ اذكرهم قد ايه بسيط والله نشيت والله عيب تكبيس على وشي خلينا قاعد العب وسايبك تكبيس والله اروى واحده معانا ماشي يا شباب تكبيس يا شباب والله ما اترعت النهارده ما اعرفش مالي تعالى خدت عين والله نشيت قلبي يا روسه اما احلى حاجه يا جماعه لما تبقى نشيت يا نهاركم ابيض مسكت شويه انا عارف بتاع الصور بيقضوا احلى حاجه يا اخويا يبقى كل مجامله متحمس وحد في عالم موسيقى خالص فاهم مشغل اغنيه وبص مدندن مع نفسه جماعة تكبيس يا شباب يعني مخلي الحين عنده 1300 حب 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 ما تبعتش حاجة اخويا العيش الله يسلمك يا شباب يا شباب تكبيس يا جماعة كلام مش شباب ترموا قفاز اخر 30 ثانية اول ما تيجي دقيقة 30 ارموا اول ما تيجي الدقيقة الثانية 30 ارموا قفاز يا قلبي اول ما تيجي الثانية 30 ارموا قفاز اللي معاه قفاز على 30 ثانية شباب دلوقتي ارموا قفاز دلوقتي كسرنا يا سيف يا قلب الله يسعدك كفو منك يا رصة كروان جولة ثالثة انت عارف كله يشوف سيف يا كماعة وكله يشوف رصة بتقول ايه يا حبيبي والله كفو ما قصرتم اول حكوة عشان انسر يا بابا فين يا بيه عايز بقول لك ايه انت يا كتكوتة اللي تحت حكم على اسماء اسماعيل يلا اسماء الى عندي حصانة كسرتي يا اوكي يا حبيبتي يا ماسة اوكي ماشي حبيبة قلبي يلا وشفناكم على خير باي باي شفناك على خير يلا باي سلام والله يا كروان انت ايوه انا عم والله هي وهي مش هتحكم علينا ان احنا اصحاب بس والله لو زنقتك بعد كده في احكام قسما بالله لسلخ ايوه مش واقفه معاه واقفه مع تونر تونر وانت مش خدت مثلا في فريقك وسبتني والله العظيم قسما آه. ايه لا انا عاوز كده عايز انا بقول لك ايه سلام يعني انت ما نفذتش مع في حد ما نفذش صاحبتها ما نفذتش انت مالك انت حقيقه اللي طلع حصانه ليه عندها حصانه انت مالك ما تزعقش ما تزعق ليه
حبيبي انا ما بنسعاش حرك على بالصوت. لا شغلي شغلي بقى الرباعي اللي دي صاحبتي ودي مش صاحبتي ما ليه بتجيش يا معاها. عم انا مالي يا عم، العب ضهرك دلوقتي راس براس يا براه. عم ما حكمتش على عم براس. خليك راجل. لا العب مع راس براس، يا اما احكم عليك يا اما تحكم عليا. لكن لا يابا انت نفذت حكمي. اسمعني، صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام يابا يابا. يا عم صلي على النبي عشان اتكلم. هو انت مش شايفني يا ابني؟ يا عم شايفك، ما انت اهو بايم في الدجاج ما شاء الله. لا لا مش شايف، مش سامع كلامي ولا يعني في مش ايه؟ سامع كلامي. اسمع، اهدى اهدى، صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لعبنا رباعي وشغل الرباعي ده، دي صاحبتي وده اخويا ودي انا. مالي يا عم انا مالي؟ ما هو مالك انت دخلتهم مع بعض نلعب جولة راس براس. دلوقتي انفذ لك احكام، لو نزل لك سكورة هتنفذ لك احكام. لا انت مش شايفني انا سلع سكورات فريتين؟ طب فكك من الرباعي اللي هم ما بينفذوش احكام على بعض. مش مني يا اخويا، انت مش اخويا. هنلعب احكام دلوقتي، انا لا انا كفو احكام معاك. كفو احكام مش كفو احكام، تنفذت يا حبيبي. يلا تعال العب جوله. ماشي لما تنفذت حكمي. تعال طب ماشي العب جوله، هننفذ لك احكام لو نزل لك سكور. لو نسل يعني انت والله العظيم لو نزل لك سكور دلوقتي انفذ لك احكام، لكن انت ماسة ما تنفذش عليها ليه؟ لا يا عم هي قالت بقى. انت بتجيب ماسة، بتجيب ماسة تزويد تكبيس يعني ولا ايه؟ انا ليا في اخويا. اه المفروض انت نزل لك سكور كلهم ينفذوا على بعض. لا هي قالت لا خلاص. يلا يا عم العب جوله، طب انفذ لك احكام وهتنفذ احكام. ازاي يعني ازاي حق التعب مع انه مش تايم تاخ ليا؟ يلا طب ما العب جوله دلوقتي، ما نلعب دلوقتي جوله راس براس، نفذ عليه ونفذ عليه. طب والكولتين اللي فاتوا اللي انا مديك فيهم على عينك؟ ما اديك فيهم على عينك؟ واسماء ما بتنفذش احكام ليه؟ انت مالك ومال اسماء يا اسطى؟ اللي معاه ما حكمتش عليها. ماشي هات احكامك، يلا ابدا الجوله وهات احكامك. بس اول حكم معجون اسنان تحت عينك. اول لما نبدا ما عنديش معجون اسنان خلصان. بصله في بقك اول لما نبدا الجوله. الاحكام دي انت بتنفذ الاحكام دي بصله في بقك؟ اه يا حبيبي نفذ كل بيته. يلا لا بص عشان نتفق من الاحكام. ملح في بقك. ماشي الحكم الاول ملح، الحكم الثاني يا عم هتقلع العب الجوله. طيب عشان ماشي ما انا عشان ما ماشي يا عم عشان اللايف. يلا العب جوله. يلا يا حبيب يلا العب جوله. طب ما تبدا جوله يا عم. يلا شباب تكبيس من النار عشان الواد ده لازم يتحجم، لازم احكم. تكبيس الحكم الاول. الحكم الاول ماشي، معلقه ملح في بول. الحكم الثاني تلبس بنطلون في ايدك وترفع ايدك جوله كامله. ما حبيت الاحكام الارديه دي. ماشي الحكم التالت. ايه يا حكم الشمبانزي يلا اللي انت بتقوله؟ ايه بصوا التكبير. الحكم الرياضي قول لي ضغطي مثلا 30. لا مش عاوزك يا عم، انا مالي ومالي الضغط. يلا نفذت احكام. هو انت اللي كسبني يا ابني عشان تعمل لي ضغط نهار اسود. انا لو مسكتك كرمان مش هرحمك. تكبيس يا شباب. الحكم التالت. الحكم التالت تكتب في البايو عم الكرام مشاكل. عم كرام حاضر بس لما في اللايف مش عشان انا دلوقتي مش معايا موبايل. لا 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 يا عم اقسم بمنع الله قسم يا ابني والله العظيم لاكتب لك اول ما اقفل اللايف. انا حلفت وانت صديق عندي. ما انا يا ابني لو ما نفذلكش مش هنلعب مع بعض تاني وانا خليك لا لا انا عاوز حكم دلوقتي. انت عيل لبط، انا شاكك فيك من الاول. شاكك من لا ده انت بارد. انت بارد يا عم. هنفذه لك اول ما اقفل اللايف. مفيش مع واحد يا اخويا سواق توك توك. انا مالي سواق توك توك ولا سواق حمار؟ انا مالي انا بالموضوع. الله الله انت قصدك ايه بقى؟ قصدك ايه؟ انت اللي بتقول سواق توك توك. انا مالي؟ انت قلت سواق مش عارف ايه؟ انا قلت من سواق مش عارف ايه؟ انت بتقول انا سواق توك. انا بقول لك انا مالي انت سواق توك توك. احنا بنلعب جوله. انا هنفذ لك الحكم بتاعك. بقول لك عشان ما تجيش معايا يا اسطى. صلى على النبي واحكامه. حط لي ملح في فوقك يا عم. يا عم انا عايز انفذ الحكم. عايز انفذه دلوقتي؟ اه تنفذ دلوقتي لحتى اخر الكولة. يلا حاضر ماشي ثانية واحدة. وبقى كيف سكر ها؟ خلاص انفذ لك في الباي. اجيب الموبايل التاني. كنت بند على اخويا اجيب الموبايل التاني. انا فزولك دلوقتي في الجوله بتاعتي 24 ساعه. انت قلت جوله واحده بقى انت تزيد.
انا حرك يا ابيض، انت هتسيح تعمل لي بايو كولا واحده تكبيس يا رجاله تكبيس. هذا الموبايل استنى، شكرا. انا فزولك دلوقتي وتشوف. بص العب معايا يا اسطى تكبيس يا شباب، عيب عيب ما تسخرناش. 2000 من حكومه الواد الكحيان ده. نهارك ابيض، ده انت نهارك. بقول لك ايه، فكك من الحكم يا اسطى، البايو تبعت اسم. نعم انا وانا فزولك. لا انت هتشيله على طول. لا انا هخليه. ماشي يلا عم الكرام مشاكل وعم اللي عندي. يلا يعني ايه عم اللي عندي؟ لا انت مش عم، انت عم نفسك. نفذ لي حكم يا اسطى بعد اذنك. يلا هتنفذ احكام انت؟ بتنفذ شباب احكام؟ ابا نفذ احكام يا اسطى، امال ايه؟ كمان شت اهو اهو نفذ لي يا باشا. استنى ثانية واحدة، ثانية دقيقة واحدة بس، ثانية. كمان شروي تكبيس اهو اهو يا باشا، مكتوب ولا مش مكتوب؟ مكتوب. تعالى احنا هنلعب مع بعضينا، لسه الجولة ما خلصتش. انت كاتب كرام مشاكل. انا عمك يا عم اهو. ما هو انت قلت لي كرام مشاكل. لا قايل لك عمك يا حبيبي. انت قلت كرام مشاكل، اكتب كرام مشاكل. لا بص انا قايل عمك يا عم. بقى بيتغير كل يوم يا ابني، انت مش معانا في التيك توك ولا ايه؟ شباب 2000 من حكومه الواد ده. هو انت شايفني مع الشله؟ تكبيس انت بتنايم الداعمين تكبيس يا رجاله، وشيروا اللايف عشان الواد ده لو نزل لي 2000 احكمه. انا هفرمك احكام دلوقتي شباب. تكبيس انت مش هتنزل النهارده، انا لازم احكم عليك قبل ما تنزل. انت والله ما انت هتلعب معايا كمان 3 جولات. تكبيس كمان تكبيس يا رجاله تكبيس. لعبوا 2000 حكومه، 2000 حكومه. الواد ده مطفر. الله الواد ده لازم يتحكم. نسيت يا جماعه، حد ينزل حوت يا رجاله نحكمه ده؟ حدش معايا النهارده خالص. كمان شيت القفزات ده، الله يسعدك. نسيت يا جماعه، ايه شغل القفازات ده يا جدعان؟ هوب 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 اخويا تكبيس 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 يا جماعه، جولة تكبيس. على القفاز الله يسعدك يا سيفو، الله يسعدك يا سيفو. هوب بطل والله. كفو النهارده نتحكم يا رجاله. تمام كله تشتي قلبي اقسم بالله. لما نشوف لما عندي ادخل لنا هات احكامك. بص انت بوظت لي الحكم اللي فات بس ماشي، وتسيبه يعني يا ابني كده اشيله لك يعني؟ طب ابقى اشيله يا اسطى، ما تطفشيش اللي عندي مش هيطفش يعني. سيفو الله يسعدك كله يتشيف. سيفو شكرا يا مش عارف يا رئيس. سيفو مش هيبقى معاك، سيفو مش هيبقى معاك. سيبه بورات، كفو منه كفو منه والله العظيم. سيبه بورات، سيبه بورات. اول حكم اول حكم يا عم اخويا، كفايه قعدته في اللايف يا عم. انت تصاحبي يا عم، انت عاوز ايه يا عم؟ يا عم عاوز منك ايه يا عم انت؟ ده ماشي بارد. تعال العب كمان جوله. يلا هات احكامك. طب قبل ما نبدا، لا قبل ما ابدا الجوله تنفس لي يابا. ماشي اه، منطلون وتلبسه في ايدك وترفع ايدك. يا ابني ايه احكام الشمبانزي اللي انت بتديها لي دي؟ ما تجيب احكام عدله. انا يا عم بحب الشمبانزي، مالكش دعوه ايه احكامي. ماشي ده الحكم الاول. الحكم الثاني ارفع ايدك وانت لابس البنطلون كوله كامله. ماشي تاني حكم، انا امسكك تاني حكم، انا امسكك. سامعني؟ ايوه. تجيب 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 حله من عند الحاج امك تملاها ميه وترفع ايدك بيها كده. ده كل حاجه عندك رفع، انت متعود على الرفع. يعني تقول ايه؟ ليه كده؟ يلا تالت حكم والاهم والاشد. ها الاشد، خلي بالك عشان لسانك. طب انا قلت حاجه استملوا لسانك. انت بتقول لي الاهم والاشد كده، نقلق منك يعني. لا ما تقلق، تالت حكم معلقه بن في بقك. يلا ما عنديش والله اقسم بالله قهوه، انا ما بشربش قهوه. ما عندكش بن؟ ماشي ملح. تكيب ملاية وتلبسها وعليها نضارة. يلا يعني ايه ملاية وتلبسها وعليها نضارة؟ انت عايز شمبانزي هنا في اللايف؟ لا هي كولة كاملة بتتعمل كده. عامله لك حلة مية. ماشي
قلبي امبراطور. يلا هجيبها لك دلوقتي. ابدا جون. لا مش حتى الا لما تملاها عشان اجيبها. ماشي عشان اللايف يا راعي عبيط. مالوش دعوه اللايف. كابل بتاعه. ده ثانيه هروح اجيبها واجي على طول. ماشي. بقول لكم ايه، انا عامل لك كاتم ثانيه واحده لحد ما اجي. بقول لكم يا اخواتي شيروا اللايف كلنا ده هتسامل ده تحط ناس خربت كتير عشان لما اجي دلوقتي المفروض احكم الواد ده. انا مش هسيبك غير لما احكمك كده. اصبر اتقل اسمعوه نشوف بيتكلم في ايه. انا جاي لك دلوقتي حالا. جماعه كل اللي عند ويكي يكبس على وش 10 خطوات. انت فاكر يالا ان هم هيجوا انت عبيط؟ ده انا هفرمك احكام. انا عارف انك سامع. جماعه شكرا. يعني مصلحجي شكرا شكرا يا سيفو. الله يسعدك كله يتف سيفو وتشوفوا فريت قلبي يا فريت على وروتك تسلمي. كمان شت شروتك بسلاحكم واحرب لنا قاعد معاه كمان شروتك بيس كله يتف سيفو فوق وفريتة فوق ونشت شروتك بيس. على فكرة يا كمان أنا هطلع كيستات في الاخر والمكبسين اللي عندي اكتر حد شار اللايف هيبقى من حوالي 10 نفر ل 15 نفر ليهم حيتان فحت اللي قايل كده. تمام براحتكم بقى ما تكبسوش. نشت شروة تكبيس بقى تعليقات كلها كروان مشاكل وقلوب. يلا بيو شير اسرع شير اسرع. جماعة نشت شير وتكبيس. انا جبت لك حلة المحشي واجيبها لك دلوقتي. يلا تعالى العب جنبي. لا كل عندك حلة المحشي يا خالد. اهو جبت لك حلة المحشي عشان انفذ لك حكم. انا مالي يا عم انت كايب محشي. انت كايب تحصر يا عم. ميه ايه؟ ميه ايه؟ ماشي وريها لنا بقى وريها للجمهور. او جريها بالجمهور اهي يا ابني اهي حل اهي ابدا جوله عشان انا نفذ لك الميه رفيعة. الميه فين يا ابني؟ اهي ميه اهي ميه ما بتشوفش. ابدا جوله يلا اعملها كده يعني اعملها كده اديرها لك في اللايف يا كروان ادلقها عليك. ارفع ايدك بقى يلا ارفع ايدك. ماشي انا نفذ لك دلوقتي. هوب تكبيس 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 فين؟ تكبيس على وش؟ هو انت رافع الحله فين يا اخويا؟ انت حاطط الحله على راسك انت كده. اهي اهي ما تجننيش معاك. كبس انت اقسم بالله ما ارحمك. شيارة يا جدعان. تكبيس فين يا شباب؟ قرار ترك المحترم. نمسي حد يمسكه للواد ده. نمسي امسكك كده في رومك احجام. والله انتوا بتضحكوا على ايه؟ كم زيارة منك ليه؟ تكبير شك. تكبيس يا رجال تكبير. اللي عندك ده مش هيسيبك يا والله يمشي ويسيبك. هو مش مش الله يسعده والله مشي. يبقى انا مشي يا جماعه مشي. الفين بنحكم الفين بنحكم. ارفع الحل شد تكبيس. اهي يا عم اهي اهي ما تجننيش يا عم اهو. كبسوا يا رجاله تكبيس. شيروا اللايف. ايوه الورود يا جدعان بيجي الدبل عليها. يسعد دينك يا احمد. شباب اللي بيدعم في الجوله دي شباب اللي بيدعم في الجوله دي نضيف ونشجع كل الداعمين. اللي يدعم في الجوله دي نضيف يا جدعان. اللي هيكسبني الجوله والله ما فيها ميه وقسما بالله اقسم بالله العلي العظيم فيها ميه. انا بحلف والله يا ابني. انت ما شفتش انت عبيط؟ ما وريت لك الميه اهي 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 ميه اهي. خلاص يا عم انت خلاص ارفع ايدك اهو. وقعت ايوه. شروي تكبيس يا شباب شروي تكبيس. كبسوا سياره يا جدعان. قلبين من عقوم الواد المكحين ده. مفيش راجل هنا غير عقوم الواد ده. مفيش حد هنا يحكمك. يا عم عيب ما تقولش على اخواتك كده اللي عندك كلهم رجاله واثبت له ان انتوا رجاله يا كمان وتعالوا عندي. انت قسما بالله العلي العظيم. بص من اكتر واحد مصلحجي في الدنيا كلها دي اقول لك انت بس ما حدش عبرك برضه. كلامك كله فاكس.
الدبل فرصتنا على الدبل دلوقتي شباب. 26 ورده 26 ورده 26 ورده ما ورد ورد اللي هيبعت ورد يا رجاله بتاع الدبل شباب. لا ورد ورد نفتح الدبل نفتح الدبل عشان لو فتحش الدبل دلوقتي هفتح دماغه. ورد ايوه ورد 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 شباب فاضل 13 ورده 13 ورده ورد ورد مع بعض مع بعض ورد ورد ورد. يا رب احكمك دلوقتي كده ادخل كده مفرومك احكام. ورد يا رجاله ورد ورد معانا وقت نرمي فيه ورد نقول اللي هيبعت ورده هطيفه. ورد يا رجاله ست ورده ست انت عامل ايموشن تحكي لي على على كم صورتي. ايوه شباب ثلاث ورد ثلاث وردات ثلاث اللي هيبعت ورده هتشوف 10 ورود يا جماعه يا اخوانا اللي رموا له ورد يرمي لنا. يسعد دينكم شباب بالله عليكم على الكربل. الواد ده لازم يتحكم والله العظيم تعبني معاه شباب. على التريبل اللي معايا حاجه يرميها على التريبل على التريبل على التريبل على التريبل على التريبل على التريبل تريبل ورد يا جماعه شباب تريبل تريبل. يخرب بيت النينا محدش واقف معانا جوله واحده. يستعدينك يا احمد ودي يا احمد ودي يا احمد طبعا شد ما كلكش سكور حب. نشد مع احمد نشد مع احمد شباب نشد مع احمد على 2000 سكورنا ما يروحش على الارض هيجحفلونا يا شباب. يروح على الارض لما ملوك تبقى عندي انت تسكت. حد يرد على الواد بقى ملوك مين يا عم اللي عندك حد يرد عليه. انت تسكت خالص يا تورز. شباب مع بعض على التريبل على التريبل على التريبل. يستعدين احمد شباب على التريبل ارفع الحله يا اسطى. ماشي ماشي يا رجاله شباب اخر الثواني على التريبل. الله اكبر نشد يا كمان مالكم كيتا بيت اهلك شباب لو هيقفلونا والله العظيم مفيش غير احمد معانا طبعا شد احمد والله ما قصرتش يا ابو حميد طبعا شد شباب ما يقفلوناش ما يقفلوناش ما يقفلوناش شباب ما يقفلوناش شباب نزيد سكور 10000 نزيد سكور نشيت هوب دهلك ايديا. امال انت فاكر ايه يا حبيبي هو طول الحمام دلوقتي يلا تنفذ دلوقتي يلا اهو هو فين سكور الحكم اللي انت كده انا هوريك دلوقتي من فين سكور الحكم. انت جايب فاكر 7700 الف تكبيسه يلا تعال الحكم الاول فين وفين وفين تعال ادخل عندي في حد مخفي هنا يا حبيبي رمى ما فيش ولا مخفي ولا مطفي كل تكبيس. مين اللي تكبيس والقران تكبيس كروان كروان ما تجننيش انا بقول لك تكبيس 7700 تكبيسه انا هجيب 7700 تكبيسه اه كايب يا عم تكبيسه ان شاء الله. لا يا عم 7000 مش هم يا جدعان كله تكبيس ده كاتب كايب 6000 و 6000 5000 يا عم اسكت بقى كام 6000 كله بيقول لا تعالى ادخل اللايف عندي اتنفس قسما بالله يا عم في حد عندي يا حبيبي احمد رامي صل على النبي يا عم اسمعني اسمعني تونس صل على النبي دوناتس مين يا عم اسمعني بقى عليه الصلاه والسلام كروان اسمعني اسمعني بس عشان اكمل معاك انت كايب 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 اربعه وهو التاك نقطه 1300 بقى 5300 وكل تاتك بيس فين بقى شباب اللي يدعم يدعم هو ما يحطش مخفي يدعم والله جماعة قسما بالله ما كبستوا لا كبنا الصحابي ولا بتاع الحيتان براحتكم بقى هجيب ناس صحابي ونجيب له الحيتان بالله عليكم تكبيس واللي يدعم يا جدعان ما حدش يدعم بالله عليكم يدعم ما حدش يدعم مخفي يسعد بيك يا احمد والله ما قصرتش عاوز تحكم عليا ب 1000 نقطة يا جدعان هو اللي ظاهرين 1300 بس اللي مدعومين من احمد الباقي كله كي كي يا عم اخرس بقى اسكت انت مش عاجبك تقدر تعمل ما اسمعش نفسك ما اسمعش شباب لو كان نزل لنا 700 مع احمد على 1300 كنا حكمناه مشيت بص التكبيس عندك ما شاء الله دي حاجه حلوه برضه تكبيس يا رجاله تكبيس بالله عليكم كلنا تكبيس يا شباب خمس مرات على وشي انا عايز احكم الوضع على وشي حرام والله حرام 7600 عشان في دعم مخفي عم حربي طفني
احنا لو كل واحد في... يا ابني احنا بص بقول لك ايه، احنا منورنا يا عم حربي. ولا اسمعني اسمعني، انا لو اللي عندي هنا كل واحد بعت ورده هنحكمك ورد. عم حربي منورنا يا عم حربي. عم حربي منورك. مالكش طاوب اللي عندي. شباب عندبل بالله عليكم. يسعد دينك يا احمد والله ما قصرتش. كمان شت. مفيش غير احمد اللي معايا في حق حربي يا جماعه. شر وتكبيس. والله العظيم اللي عاملك كفته. لا 18 ورده، 18 ده انا اللي عمالك دلوقتي. 18 ورده اللي ابعت ورده. كفته مفرومه، لحمه مفرومه. شباب ورد 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 ورد. شباب نزيدوها ورد، نزيدوها ورد. قلبي الف 26، قلبي يحبها. 11 ورده، 11 ورده، 11 ورده. قلبي يا ار اي. 11 ورده، ايوه 10 ورده. 7، 6 وردات، 6 معانا. يلا يا جماعه اسرع ورد. شباب معانا ورد نفتح الدبل. يا جماعه ثلاث ورود بسرعه اسرع. وقف على ورده، حرام عليكم يا على اخر وردتين، على اخر وردتين، على اخر وردتين، عايزين نحكم الواد ده. ابعت مين حرب اللي ابعت له؟ انتوا قاعدين مفكر حرب بتاعي انتخل يا مواكيس. اسكتوا يا مواكيس، اسكتوا فضحتوني. شير اللايف، شير اللايف شباب، نشير اللايف. اسكتوا اسكتوا يا جدعان. انا حسيت بتاعي انتخل قاعد ارحب واحمل وفي الاخر طلع كفته. لا 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 ما تقولش عليك كفته عشان هيفرومك دلوقتي هيجي لك. مين حربي؟ انت مش واخد بالي منه، الراجل على راسي. انا قلت عليك كفته، انت عاوز توقعني في خلط مع ناس صاحبي. صاحبي عنده يعني مستوى. اه الشارع اللي وراه. لا هروح اعمل بس. بقول لك ايه، بقول لك ايه، احنا نخلص الجوله دي لو ما حكمتكش هنطلع رباعي، اجيبك معايا ونجيب حرب نلعب ضد. لا انا ما العبش معاك ابدا. انت خصمي. ما انا هجيبك يا عم تلعب ضدي، انا اجيب حد معايا. ماشي يا جماعة، مش واخد بالي من حربي والله يا جماعة. نشد نشد يا جماعة، نشد يا جماعة. عمالين يقولوا له حربي. انت بتضحك على ايه المضحك في الموضوع؟ شباب نشد يا جدعان على التكبيس، نشد على التكبيس، نشد على التكبيس. بص مفيش حكم على سكورك. ماشي شباب مفيش يعني مش واخد صفر واحنا 1600 في اللايف. انت لفت 26 عمال تبعت ورد. شباب 2000 من حكم الواد المطفر ده، الواد ده لقمه في الزور. 2000 من حكمه. قال له حد يا ابني موجود هنا ما كانش خليك. جماعه نشد، جماعه اللي عاوز التريكرام بتاعي عملت كروب، عاوز كله ايه التريكرام؟ التريكرام ازاي؟ خش في التيك توك وبعد كده يخش على الانستا، واول لما يخش شيرر، اول لما يخش على لسه هيلاقي اللينك. يا جدعان الناس اللي بتقول له احكم السكور اللي احنا جايبينه ده، بسم الله ما شاء الله عليكم، بسم الله ما شاء الله عليكم، بسم الله ما شاء الله عليكم، جايبينه احنا تكبيس. لو نزلنا حوط 2000 من احكم عشان واد مطفر اصلا مش هتلاقي حد يرد علينا من عنده. ما ننزلوش كده من غير ما نحكمه. والله مطفر عديم مستوى اصلا، اللي عنده ده دعمه جولتين كده ب 300 والله كفوا منه يا سيف. 3000 نقطه ومشي في الجولة. اسكت يا عم انت يا عم، يا ابني اسكت، قول احكامك. احكامي الحار اسود، هات لنا حربي. يا شباب 2000 من عقوم، لا اله الا الله. يا اخي الحظ 3000. احسب لكم كلمه حربي يعني ولا عاوزين ايه؟ قلتها مره واتنين خلاص. حكيبه حكيبه هنكيبه دلوقتي يا جماعه. حظ والله، دي بقى 3000 واحد والله ما فيش داعي مين يحكمه ده. بس يلا الحمد لله، شكرا والله كلكم ما قصرتوش يا شباب، كل التكبيس. هو انت فريتة لو بتعرفوا تحسري الكلمات قولي لي. شكرا بجد. هنجيبه ولا ايه؟ اه كب لنا حربته. فين حرب يا جماعه؟ هو شغال الراكبتة بروجر. بوركر بروجر شغال بروجر. استنى هنجيب، استنى نشوف صانع مين اللي فتح لايف عنده. يمكن محمد. لا لا ده صانع ده. ازيك يا صانع؟ هاتوا رابع، يلا هاتوا رابع. ازيك يا صانع؟ مش هقول لك عامل ايه يا كروان؟
مرحب باللي طب عامل ايه؟ بقول لك ايه، حرب الجوله، هنجيب حد تاني ليك بس اصحابه. ايه انا عارفني يا كروان، انا صالح. يا نوره يلا تعالى جوله على الصدام، انت ونوره وكل اللي عم تمام. تكبيس شباب، نشد تكبيس مع بعض شباب. كم صرخة؟ تكبيس بقى، تكبيس بقى، احنا تكبيس وانت محمد الدعم. ها ابيض هوب، تكبيس احنا التكبيس وانت الدعم. ها انت منين يا الصقر من مصر؟ ما تبقاش نفل على الفاضي، تعالى التكبيس نور. تكبيس رجاله مع بعض، تكبيس رجاله مع بعضينا. ايه يا نوره؟ على الصدام. بص بص يا محمد، محمد يا نوره، ما تقولولوش على السطام يا نوره. ليه؟ تكبيس يا رجاله، تكبيس. عامله ايه يا نوره؟ عامل ايه انت يا كروان؟ انت بتشربي ميه على طول، بتحبي الميه انت، انا عارف. ما خلاص، ما احنا فريق واحد. ايه ميه دي؟ ايه يا كروان ده؟ وريني هتشربني ميه ازاي؟ يا كروان الكلام، شباب كله يدوس على شاشه تكبيس. مية. وحكمت عليه، لسه حاكم عليه، رف مخليه يرفع عينه. بيديكوا الكلام ده الواد ده المنايل بنيله اللي هو عدى بالفرصتنا على الدبل، فرصتنا على الدبل، فرصتنا على الدبل يا رجاله مع بعض. جماعه عيب عيب والله. خير خير، اللهم اجعله خير. ورد 28 ورد، قولوا يا رب خير باذن الله. جماعه ورد يا جماعه، كحسوا لي ورود في الوقت. تكبير اللي هيبعت ورد عطيه. ورد 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 كل علم ورد، كل كل ورد يا جماعه ورد، كل علم ورد 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 ورد، كل علم ورد ورد ورد، كل واحد مع ورده في تحت كده جفت. اضغط عليه بس يا يازن، نضغط على الورد. ورد تاني، ورد تاني، ورد ورد على الورد يا رجاله، على الورد على الورد على الورد على الورد على الورد. طب معانا وقت، معانا ثواني، معانا معانا 20 ثانيه نلم فيهم ورد. فاضل 10 وردات، 13 ورده، 12 ورده، 11 ورده، اهو فاضل 8 وردات، 7 سبعة سبعة ورد 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 سبعة ثمانية ستة خمسة قد ايه فاضل؟ قد ايه كتير صح؟ واحدة يسعدك. ودلوقتي الانير مع الدبل، قولوا يا رب على الدبل، قولوا يا رب على الدبل والله العظيم. يا رب على الدبل، كل الناس على الشاشة، شباب الدبل يدعم هنا يا جدعان، اللي هيجيب معود يا جدعان هيترمى له حوتين. شباب استثمار، اللي هيرمي حاجة دلوقتي هتترد له. شباب الدبل كمان شيت، شيت يا أصدقائي، شيت ما تسكتش يا عم تونر. في يا عم شباب على الدبل، روح على الدبل، على الدبل يا جماعة، ونعلى باللايف. الواد ده أنا أحسن والله العظيم، الواد ده خلاص أنا أحسن والله. ده يا ابني أنت يا كرام منحوس. أنا مش انت، مش انت، ايه نوره، نوره نوره احسن. بعد 5 دقايق احسن. انا صغير تاني ميت. تكبس يلا يا حبايب قلبي، لفت خط على الشاشه. كوجي 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 كوجي، حسيت الفئه قعدت على كل ده. طب نشير مع بعض على الشير، على الشير، على الشير. خد بقى وهات الكاميرا عليا وانا بقلبها، اوكي؟ بس بعد ما انزل من الجوله دي واحد. طبعا شفت الشر وتكبيس حمد، طلع شفنا لغايه 30 يا خالد. اصحى اصحى يا شيخ، انا اللي عاملها دي. اصحى يا شيخ، قوم بونو بونو شلبط. انا هسردبك يا كروان بعد الجوله عشان انت قاعدين مش انت محتواك يا صانع السعاده. انا داعم يا حبيبي، شوف الليفل بتاعي انت بتقول ايه. داعم، ايوه يا حبيبي، شوف الليفل بتاعي يا كروات. انا عملت لك فولو. وانا عملت لك فولو. يلا شرف ليا يا داعم حبيبي. يا داعم يا ابني، مش هو، مش هو صعب لك. يا عم هو ولا مش هو؟ هيجي لك الفولو اصلا. صح خلاص، صح والله. الفولو هو ولا مش هو؟ ده هو ما عملوش اصلا الفولو، مش هيعمل لك اصلا. لا يا عملت لك خلبي صلاح، وانا شيلته يا اسطى، ما يعملش اي مشكله على راسي. انا اتشرفت بيه، منورنا 2041، اتشرفت بيه. انت بتطبل ولا بتوقع بقى يا ابني؟ بقول لك الحقيقه،
انا بنزل من الجوله يا كرارو وبجي لك اوريك الدعم على سولو. اخويا عليا الطلاق. يلا سوي لي متابعه. سويت لك متابعه، سوي لي انت كمان متابعه. ده مصدق، ده مصدق يا عم. انت خلي بالك مش لازم اعمل لك، انا هوريك الدعم على سولو. لا توريني الدعم من خير فولوفر، ايه المشكله؟ حاضر. يلا احلى فولو. اعمل فولو ونلغي الفولو، نعمل فولو ونلغي الفولو. يا قويت منورنا. بيضحك عليك، بيضحك عليك، ده ما بيدعمش اصلا، ده مستعبل يا عم. على راسه انت عاوز ايه يا عم؟ هات عد رابع يلا على الصدامه خنجر. انت عاوز ايه يا عم؟ انا بقول لك الحقيقه يا كروان. الله كبلي اكيب حربي كده. استنى اشوفه ظاهر ولا من ظاهر. فين حرب يا جدعان؟ حرب في جولة. ماشي خليك انت، انا هنزل العب. ها ماشي يلا مع السلامة. وكايلك العب بقى مع بنتي، تي بتحب تشرب مية كتير. بس يا ده انزل يا ده كروان. تحب تشرب مية يا نورة؟ انزل يلا. انا مش هرد عليك يا نورة، انزل انت سرتبي. لا مش هسردب، سردب انت. هسرتب انا والله. انا عدم ما يا اختي خليه يعمل لك سكوبوكو. عامل اللي شفته نشت شروتك بيس. عامله ايه؟ يا كروان هو القمر بيطلع الصبح برضه كده؟ لا ده انا عملت بقى فيديو على ال على انت بتشتغل ايه؟ القمر يعني ايه بشتغل ايه؟ ال يا عم يا عم كويت منورنا، ارحبوا بعم كويت. يلا العبي يا بنتي. يلا يلا يا ابني، يلا يا ابني حبايبي نكبس مع بعض، نكبس مع بعض. تكبيس يا جماعه. كويتر حبيبي عم كويتر، اسمه كويتر يا كمان. شت واحد تن سبعة تكبير. شفت لك جولة مع شاكر قعدت اضحك ضحك. ليه؟ متصورة لك ايه موت؟ عيب عليك. بس عم شاكر، عم شاكر عسل احسن ناس. لا شاكر ده شاكر جميل، مغلط ولا بعمل حاجة. محترم شاكر، محترم شاكر، احنا بنحبه يا جماعه. والجوله كل الناس بتحب شاكر، شاكر محترم. شفت يا جماعه عم كويت عنت يا جماعه حبايبي سبع ضغطات عشان ده تكبيس 2000. اخي اخس عليكم تكبيس والشير. اخس عليكم لما بتزعلوني بالتكبيس، اخس عليكم. اخس سبع ضغطات على الشاشه يا اولاد مع بعض كمان. ما نوقفش التكبيس يا رصه، عيب عليك بالايسات كده. ما تبعت ورد كمان شت محاربي تمش عندي. وتليفوني يا جماعه طاع مني يا جماعه، اسكتوا يا جماعه. نشت يا جماعه، نشت يا مخترب يا قلبي، نشت يا جماعه تكبيس، نشت يا جماعه تكبيس. شروا التكبيس حب حب يا فاروق كمان تكبيس. تضحك ورد حب يا فاروق. ورد ورد يا اولاد ورد. علي الطلاق اللي بعد 21 وردة. اي حد ينزل وردة تبعه. عاش 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 رواق سارة. ورد ورد سريع، ورد سريع، ورد سريع يا مهرة. ورد يا حبايبي، ورد 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 بسرعة يا اولاد. عاش يا سوزو، اشخاص مختلفة. عاش يا سارة. ورد ورد هتلحقوا تفتحوه. ام يوسف وآية فين الوردة يا كمان؟ لا ما تهزروش بقى يا اولاد. مستحم عندنا الطب الحج عندنا موقوت، الحك عندنا موقوت. عم كويت عندنا موقوت، يعني الكلام مخلص بعضه يعني. لا خسارة. نشيت حبايبي مع بعض. مستواك ده، روحي جيبي ملوخية وتعالي. يلا اروح اجيب ملوخية. اه انت فين مستواك؟ عمال تقول عم كويت عم كويت عم كويت، فين عم كويت؟ هتشوفي فين عم كويت؟
هتشوف الأسود نازلة. يا نجي يا ماريا. آه الونات يا ولاد الونات. شباب نكبس، يلا يلا نعمل الخطة. هنعد من واحد لثلاثة، أو مقول رقم ثلاثة كلنا، كل واحد يضغط عندي على الشاشة. أربعة خطوات، واحد اثنين ثلاثة دلوقتي. يعني احنا كنا عارفين ننزل لألف وستمية عشان ما عندكش مستوى يا كروان. هتشوف دلوقتي هعمل فيك ايه. طب يلا كمان انت كسبت عم شكل كولتين ولا كولة؟ جولتين. نشيت بس ما شاء الله على الكولة كانت حلوة. شير. الحمد لله والله. شير شير يا بنتي، امسح لي كلمة حربتي من عندي يا فريتة. يلا شباب الجولة. يلا يا فريتة كاين تعملوا طعاية عندي انا. يلا يا فريتة. شباب اخر الثواني، اخر الثواني. مش عارفة تعملي حصري للكلمة يعني. اخر الثواني يا ولاد. الكاولة. تصدقي الراجل السكبوكو شكله مشي من اللايف اللي فيه. الكاولة. انت مين اللي عايز يطلع معايا يا حنون؟ نشيت. الونات يا ولاد. قلبي انا اللي قاعدة فوق، خدي بوسة. تعليقات كلها كرام مشاكل. حب 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 حس يا قلبي. صنع السعادة اخويا. نشدت يا جماعة، نشدت يا جماعة، نشدت الكولة يا جماعة. ايدك يا روح قلبي. انتبهوا عنده حد. الكولة يا جماعة. انتبهوا عنده حد. اوعوا نتجحفل. يسعد قلبك يا نور عيني. صنع السعادة. يا رب يا رب. الجولة 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 يا ولاد. بص 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 يسعدينك يا شيخة. يسعدينك أول حكم يا كروان. أيوة قولي. عشان تقولي ما عندكش مستوى كويس. يلا قولي. لا صنع السعادة عندي. أول حكم. يبقى ما يمش بقى في الكولة تقولي. يلا. أول حكم. قولي أحكامك. أنت هتلعب جولة كمان ولا نازل؟ هلعب كولة كمان. ماشي أنا بسألك. أوكي أول حكم يا كروان، أنا عايزة معلقة فلفل أسود كبيرة في بقك. الحكم التاني عايزة فلتر. ابعتلي كولة. إيه؟ عايزة فلتر الصوت السابع مع البنت المنكوشة. ببعت لك أنت بترفض. والله العظيم يا بنت ما رفضتك. أهو إيه ليه؟ طب انزل واطلع، انزل وابعت لي. انزل أنت وابعتي لي. استنى حلاوة بتقول لي انسل وابعت لي. ايه اهو كده. قولي احكامك. يلا الحكم الاول عايزه معلقه فلفل اسود في بقك. الحكم الثاني عايزه الصوت السبع مع وش البنت المنكوشه دي. الحكم الثالث، الحكم الثالث تكتب عندك في البايو يارا وقوس. لا بتقول ايه يارا؟ ايه يارا وقوس جلدوني. هو انا بس غلط ولا صح؟ قوس اسم الداعمة بتاعتي، اسمها قوس. برج أيوة. القوس. ايوه ماشي يلا يلا نفس. قولي الاحكام بقى تاني. اول حكم فلفل اسمر. تاني حكم ما عندكش فلفل اسمر؟ يعني انتوا بتعملوا للواد تعايا عندي؟ بتعملوا له تعايا عندي؟ تسلم لي ايد قوس قلبي. قولي احكامك. اول حكم. ما تقولي يا بنتي احكامك. شروي تكليف. ثالث مرة يا كروانة اقول لك الاحكام. قولي. اول حكم. ايوه. قلت لي ما عندكش فلفل اسود صح؟ يبقى عايزة معجون سنان جوه بقك وبعدين بعد الجوله تشيله. الحكم الثاني جوه بقك. جوه بقك. كله جوه بقك. الحكم الثاني عايزه فلتر الصوت السابع مع وش البنت المنكوشه. الحكم الثالث تكتب عندك في البايو يارا وقوس جلدوني.
بالله عليكم يا ولاد ليه بتزعلوني يا حبايبي؟ بصي انا عمال اقول الجيش يارا ده اقوى جيش على التيك توك، عمال اقول الناس اللي عندي في لايف دي اقوى ناس في التيك توك كله، ده تكبسنا؟ انت سامعاني؟ 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 مفيش حاجه بيني وبين كوس، فعايش انا اكتب بس انا مش فاتح تليفوني التاني والله، فهحط لك مع كون اسام. يلا شايفه؟ شايفه. يلا ايوه كده تسلم ايد المكبسين. ولد وريني كده. اوكي دخل دخل. عيب عليك. دخل ايه؟ عيب عليك. دخل لسانك جوه بقك ايه؟ الرابعة تفهم خلاص. الناس كلها تفكيرها زفت. يا عم عقدتك 60 نيلة. نزلت. شباب بالله عليكم. يلا بينا بقى على الخطة. لا انا عايزة بقى اشوف النتيجة بعد الخطة المرة دي. عايزة اشوف النتيجة بعد الخطة المرة دي. يعني ملايين تكبيسة كده. واحد اتنين تلاتة دلوقتي. السبعة ضغطات على الشاشة سريعة. هشغل اغنية. حاضر. الراجل اللي انتوا بتقولوا سيرته ده سيرته مش لطيفة. عمال اخسر. مجموعة العناية لمنع تساقط الشعر. قول لها هتلعب طنخة بعد اسك ما تكش. والله هي مش موجودة. هي مش موجودة. 93% تكسير اقل. يلا انت ورينا مستواك يا حبايبي. جيب حط بالتكبيس. نكبس سبع ضغطات على الشاشة بسرعة. حبايبي فين تكبسنا احنا؟ احنا 3000 في اللايف. لو كل واحد فيكم ضغط عندي على الشاشة 3 ضغطات والله العظيم تكبسكم هيبقى قوي جدا. حبايبي شدوا معايا بالتكبيس. ايوه كده سلطانة يا عمري. مع بعض مع بعض. سريع 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 سريع. 3 ضغطات بس من كل شخص في اللايف. 3 ضغطات بس من كل شخص في اللايف. مع بعض زودوا في التكبيس. زودوا في بقى 20 ثانية على الجولة. لو ما ترملناش سكور الونات هتروح. فين 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 مستواك يا كروان؟ خلاص يا كروان ارميه 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 يا كروان ارميه. انا ستهم انا بيهم كلهم. انت هتشفق عليا بقى ما الجولة خلصت. يا صالح السعادة يا قلبي. اخويا قسما بالله. هات احكامك يلا. اخويا العيش كله يتشفق. هو انت يا اف مين يا حبيبتي اللي بتغير لهجتك؟ انت تعبانة في دماغك يا اف؟ انا بالفعل نورتني. انت تعبانة في دماغك يا اف ولا ايه؟ والله ما قصرت. روقولي اف دي في الكومنتات يا ولاد. روقولي اف دي في الكومنتات يا حبايبي. ها يلا. اخويا العش والله العظيم كفو منك. ركوله قسما بالله. تعليلي تعليلي كماعه صانع السعاده. التعليلي بيقول لك تعليلي. ارحبوا بصانع السعاده اللي هيقول كده لاعمل له فولو. يلا وانا بموت فيكم يا حبايبي. هات احكامك يلا. اول حكمه هتلبسي منطلون في ايدك وترفعي ايدك كوله كامله. لا غير الحكم ده انا ما بنفذوش. انا ما قلتش حاجه مخله ولا حاجه. بس انا استنى بس انا مدياك احكامي كلها. انا قايل لك حاجه لطيفه ما تقوليش غير الحكم الثاني والثالث. يلا الثاني والثالث. ان حاجه لطيفه. اي حاجه لطيفه. الثاني والثالث يلا. مش هينفع ارفع ايدي يا كرمان. يلا الثاني صانع السعاده وقلوب. الثاني حكم. يلا الثاني حكم. ما اكون تحت عينك يا ابو غل. امال انت فاكره ايه التالت؟
ايوه وربنا. طب وحياء وخلاوة امي، ما اكون الاسنان في البق على اللسان اصعب من تحت العين. طب التالت وخلاوة امي. تالت حكم تكتبي دلوقتي حالا في بار لمدة 24 ساعة كرهان مشاكل علم عليا في تبت قلبي. لا احترم نفسك، لا لا انا مش قصدي حاجة، احترم نفسك. انا قصدي على اللي حيلة. ليه بتقولي كده؟ والله لا ليه بتاخد كلام ده؟ تبت قلبك فين يا حنينة؟ مش حنة؟ طب اظبط بقى. انت نيتك مش سالكه من لا انت عايز الاول. تتظبط، انت عايز كده تتظبط. والله يا سبع عم ضغطات على الشاشه يا ولاد مع انت بعض، نيتك سبع نص ضغطات على الشاشه سلكان، يا ولاد مع بعض. روح نص اجيب المعجون سلكان، واجي، روح اجيب المعجون واجي. نص الشير يا كمان يا حبيب قلب الشير. صنع الساعات كله يشوف. والله ما قصرت معاه، شكرا شكرا. كمان شت رد الفرقة صنع الساعات عشان نلعب سوا. نشت يا شباب حبايب قلب الشير، نشت يا حبايب قلبي. تعليقات كلها صانع الساعات، سيبكم من حربي. اخويا شرف ليا، عفولو شكرا شكرا. كله تشوف صانع الساعات فوق يا جماعة، كله تشيف صانع الساعات، والتلات كلها صانع الساعات. شير ايوه قطعة. طب ما اكون، طب طعم ايه؟ معلش ليه يا ولاد ما نفذش؟ ليه يا حبايبي لازم انفذ؟ هو كسب ما اكون، 26 وردة. ما اكون، طب طعم ايه؟ ليه؟ ماشي يلا. 26 وردة. ورد ورد لا ورد اللي ورد. هيبعت وردة طب هطيفة. اسمعني يا كروان، اسمعني اسمعني ايوه اسمعني ايوه اسمعني يا كروان. ايوه إيه الناس اللي عندي مش عايزاني انفذ الحكم ده، اوكي؟ لا غير سيبك من اللي اسمعني عندك، بس لو اسمعني. لا بصينا على لا 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 الكومنتات مش لا هنقول. استنى هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه. هم عايزين ننفذ الاحكام اللي انا بنفذها، ايه بقى؟ فلاتر او حاجه جوه بقي او كده. لا سيبك من اللي عندك عشان اللي عندك بيوقعوكي. لا انت وارد مالك انت ولك اللي عندي دول يا حبيبي احكام، رافعيني انا من اديتك فوق. 3 احكام، عاوز ربع رابع، عاوز حكم رابع اديني ورد. رابع، اديني ورد رابع، اللي هيبعت ورد هتضيف. يلا اديني يا جماعه، رابع. 4 ورود، وردي يا ولاد، 4 ورود وردي. من اشخاص مختلفه. ماشي يا حبايبي، ورد 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 سريع، ورد ورد سريع، ورد سريع. ورد خليه يديني حكم ورد رابع. هات ورد. هات حكم رابع. الحكم الرابع تخشي الكبانيه، تحطي رجلك في عين الكبانيه. مالك في ايه؟ كروان انت مش محترم، وانا ممكن اشتمك وممكن اهزقك عادي. انا قلت لا حاجه؟ طالما انا، بص بص، طالما انا بحترم نفسي في اللعب طب معاك معلش، تحترم انا نفسك قايل، معايا. انا قايل طب يلا قول احكام بقى، اللي طب قول. ستي. لا احكام محدش يسأل. الله هي تسأل من ايه؟ معلش وشتمتني ونسيت، انا مش هرد عليها. محدش يروح يقول الكرام بيخلط عشان ما بخلطش في حد. هي اللي عندها مشيت وعارفه ان عندي انا صانع الساعات، فعشان كده ما رضيتش تكمل معايا. الله يرزقك كمان، ما فيش مشكله كمان، عادي يعني، عادي خالص. لا انا قلت، انا قلت حط رجلك في عين الكبانيه، ما قلتش حاجه غلط قسما بالله. انا بحبها وهي اختي، والموضوع اتقفل تماما. انا مش عاوز حوارات بعد اذنكم، بعد اذنكم مش عاوز حوارات، تمام؟ يلا الله يصلح لها حلقه، وانا هكبعت سرها ومفيش اي حاجه. مفيش مشكلة، أنا هكبها على تسرها ومفيش حاجة حصل. تاني حربي قولوا له على الكروان بيقول لك حقه عليكي لو سألتي والموضوع حصل خير. أنا مش عاوز أعمل أي سعل على أبلكيشن خالص، يعني كان لم يكن حقها عليا، وتي أخت كبيرة، ولو كانت غلط الكلمة اللي أنا قلتها فحقها عليا. بس أنا مش طالع أعمل حد يسأل مني أبدا ولا أي حاجة. بس فإحنا نفصل قلبي والله. مين الحرب بتاعي يا جماعة؟ مين الحرب بتاعي بقى؟
هو اللي هيكبه ها نشد شروي تكبيس شير يا شباب شير والله ما نوقف الشير الشير بتاعنا فين اللايف واقع قسما بالله هاتولي تونرز ولا تونس لا مفيش حاجه احمد يا اشرف اخويا اشرف حبيب قلب الكروان اخبارك يا ما ببعت لك ما بتقبلش والله ليومين ما فتحتش تكذب من زمان من زمان وانا ما فتحتش بقالي 3 ايام تكبيس يا شباب صحتك بخير اهم شيء بخير انت اخويا وحبيبي قسما بالله صحتك بخير يا قلب والله بخير لعله خير ان شاء الله يا قلب اخوك انت بخير الحمد لله نحمد الله دائما بخير طالما الصحه بخير احنا بخير يا رب يا قلب اخوك شير وتكبيس ما نوقفش تكبيس والشير بتاعنا يا كماعة شباب كل واحد 5 كبسات 3 مرات كل واحد 5 كبسات 3 مرات شو اخر التطورات يا معلمنا ايه اخر التطورات إيه اللي جاي احسن اللي جاي احسن ان شاء الله ان شاء الله لعله خير انت فاصل وقلت لك كلمني كسونرا وما بتكلمنيش كيف بكلمكاش انا والله ما انت بتكلم. مش بعت لي الرقم الواتساب انت المرة اللي فات برد علي مدير اعمالك والله انا اللي رديت قسما بالله اسكت المره اللي فاتت مدير اعمالك رد علي بيقول لي عايز مين كمان شت ايوه هو معلش شباب خدوا الصندوق قفلوا الدبل بالله عليكم تقفلوا التربل كمان تكبسنا فين يا شباب تكبسنا فين فريت قلبي اللي هيبعت ورطه حطيفه يلا شباب خدوا الصندوق قفلوا التربل قفلوا التربل يا جماعه امال ايه ورد 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 ورد
على القفاز على القفاز. حب يسعد دينك يا منى.